انا عاوزك كده تهدى وتصارحني. ها صارحني كده، ايه نقط الخلاف اللي بينكم؟ احنا الاتنين كذبنا على بعضينا. مش فاهم يعني. فاهمك، في يوم خفيفه كانت بتغرق ونزلت انقذتها، فكرت ان انا بحبها وفي ساعتها اتجوزنا عشان تتباهى بيا قدام صحابها. انت انقذتها؟ يا سبحان الله، نمله تنقذ فيل. بقول لك ايه، اوعى يكون انت كنت فاكرها البرابيل. لا يا استاذ، انا كمان من كوز الشاطئ. كبير كبير ايه ده، انت بكتير بتطلع في الشبكه بتاعت الصيادين على انك بساريه. لا، وكذبت عليها وقلت لها ان ابويا شغال في اعالي البحار. سبحان الله، ابوك شغال في اعالي البحار؟ والاعالي يجيب اواطي الناس؟ يعني انت كذبتي على الراجل ده وعايزه تخلعيه؟ ده هو المفروض يخلعه. ايه تاني؟ الست دي كذبت على الراجل ده. يا سلام، الراجل ده كذب عليها الاول. يا نهار اسود، ده انا اللي كنت ناوي على الرحله عشان نعيش في امان ونعيش بدون كذب. انا اللي كنت ناوي على الترفلك انا كمان. يا سلام، شفتوا ساعة الصفر لما الدودة تعترف للجبل؟ لما تصفقوا بعض كده يعني، طب خدوا بعض بقى واتكلوا على الله وقعدوا في أي عشة من غير كده. يلا.